الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، وخاصة في أيام الكورونا، هذا المقطع هو جزء من ثلاثة أو أربعة مقاطع إن شاء الله، سيكون مخصصا لطلبة الاقتصاد القياسي كي يساعدهم في استخدام برنامج الإكسل. هذا البرنامج الإكسل برنامج مألوف لكثير من الإحصائيين والرياضياتيين الذين يستخدمون هذا البرنامج في تسريع حساباتهم لكثير من الأرقام، الأعداد، المتوسطات، الجمع والطرح وهكذا. فسأبدأ إن شاء الله بهذا الجزء البسيط الذي يخاطب فقط ما يسمى بالأساسيات، كيف نستخدم الأساسيات في برنامج الإكسل حتى يساعدنا بحساب على سبيل المثال المعلمتين A و B. هذه الآن دالة خطية هي YI، المتغير التابع يساوي خط مستقيم، طبعا معروف لديكم جميعا، A خط نقطة التقاطع مع المحور العمودي، زائد B، B اللي هي ميل الدالة أو سلوب، مضروب في المتغير المستقل XI، منضيف لها طبعا الإرور حتى تكون الآن الدالة متكاملة. فهذا المتغير التابع YI يساوي A زائد B في XI المتغير المستقل مضاف إلى الإرور أو ما يسمى بالخطأ العشوائي. لنفترض أحبتي بأن لدينا بيانات معروفة لدينا، وطبعا هي بيانات من عينة عشوائية، هي XI للمتغير المستقل 3 5 5 7 8 7 9 13 20 21. ميزت آخر رقم حتى يعني أنبه بأن نهاية الأرقام عند 21 اللي هي الخانة. هذه الآن يعني الإكسل من حسن حظنا أنه مجزأ إلى خانات أفقيا حسب الأحرف A B C D وهكذا، وعموديا حسب الأرقام. فهذه الخانة A 11، هذه الخانة A 10، A 9 وهكذا. فآخر بيان أو مشاهدة أو رقم أو عدد تابع لـ XI هو الـ 21 الذي جاء في الخانة A 11. لاحظوا لي الآن A 11 الآن، وعندي بيانات مقابل لها بنفس العدد لمتغير التابع اللي هو YI 0 1 4 7 7 12 15 25 33 35. أريد الآن أن أستغل هذه البيانات في حساب A و B حتى يكون عندي يعني دالة مقروءة بيانيا ورقميا، وأتعرف عليها، أستطيع استخدمها في التنبؤ بقيم مستقبلية عن YI إذا ما توافرت لدي معلومات وبيانات وحل لـ A و B. الآن في الريجريشن أو ما يسمى معادلة الانحدار نحتاج إلى أولا XI تربيع اللي هي مربع هذه القيم، نحتاج إلى حاصل ضرب XI في YI، هنا نحتاج إلها، وسأحتاج إلى مربع YI في حساب ما يسمى بمعامل التحديد أو الـ R سكوير. ما هي الآن الخطوات البسيطة التي أستخدمها؟ هناك طبعا صيغ معقدة سأدعها جانبا في هذا المقطع، الآن سأتعامل فقط مع الأشياء البسيطة التي نحتاجها. الآن أذهب كي يعني أضع فراغ هنا وأميز الخانة هذه الخلية A 13 أضع فيها شيء، وهو الآن أريد حاصل جمع هذه القيم. الآن أذهب إلى الخلية التي سأضع فيها حاصل الجمع هنا وأضع الصيغة التالية تساوي كلمة تساوي الآن ببدأ عملية رياضية دي. نفتح قوس تساوي صم حاصل جمع الآن صم، نفتح القوس، لاحظوا الآن تساوي صم اللي هو جمع. الآن ما هي القيمة التي أريد أن أجمعها؟ سأجمع الآن من A2 هذه الثلاثة لاحظوا لي إلى 21. لدي خيارين، إما الآن أضل هذه الثلاثة وأذهب إلى الأخير 21 لاحظوا لي وضع لي إياها هنا، وبعدين أنهيها بالقوس، هنا أنهيتها بقوس، وبالتالي الآن أعطانا المجموع 98. إذا أردنا أن نعيد يعني دعني أعيد الآن الخطوة
هذه الآن خطوة يعني شطبت اللي عملته، أريد أن أعيد الخطوة الآن، أريد حاصل جمع هذه القيم 3 5 5 7 8 1. هي من البساطة أني أجمع 10 15 قيمة يعني يدوية، لكن أفرض أنه عندي 1000 قيمة، الإكسل يستطيع أن يعطيني مجموع 1000 قيمة دفعة واحدة، فأذهب إلى الخلية التي أريد أن أضع المجموع فيها. الآن أريد أن أضع المجموع، مجموع هذه القيم من 3 إلى 21، أريد أن أضعها في الخانة A13. إذن هنا A13 العملية بكل بساطة بقول تساوي ها، وضعت التساوي، صم بفتح قوس. بعد ما أفتح القوس، إما الآن أضع يعني أضلل أول واحدة ثم أذهب إلى الثانية والثالثة والرابعة والخامس والأخير حتى رقم 11 الآن هنا، أوكي لاحظوا لي وضع لي إياها وسكر القوس، يعني الآن 98. أرد أعيدها حتى نتأكد من اللي عملناه. الآن مدي تساوي صم افتح قوس، ضللت كل هذه القيم حتى النهاية، سكرنا القوس وطلع عندي 98. إذن 98 هو المجموع. فعندي كمان يمكن لي يعني أن أضع في A13 شيء اسمه المتوسط، تساوي average. لاحظوا لي الآن بطلع عندي كثير، لما تبدأ AV بطلع عندي خيارات أخرى. الآن أريد الأفريج، هذا أفريج من أين لأين؟ من هنا إلى هنا، وأغلق القوس بطلع عندي اللي هو هذه من نصصها، والآن تصبح الآن 89. لاحظوا لي حصلت على المجموع بلحظة يعني بأقل من جزء من الثانية، وعلى المتوسط بأقل من جزء من الثانية. إذن هذه الآن مجموع XI وهنا متوسط XI. طبعا تستطيع الآن تحضير نفسك أني أسمي الخانة هاي XI تساوي أو الأفريج X بار وهكذا. الآن الشيء ذاته سأقوم به هنا، تساوي صم على سبيل المثال، وفتحت القوس وحددت الخلايا التي أحتاج أن أجمعها. بعد ما هذا بنهيها بقوس وبكبس الآن ريتيرن، بطلع عندي الآن 139. أكيد المتوسط تساوي 13.9، بس خلينا يعني نأكد هالحكي هذا، نقول تساوي average. نفتح قوس، بعد ما كتبت average أرد بحدد هذه الأشياء حتى النهاية وأغلق القوس، بطلع عندي 13.9 اللي هو average. إذن انتهيت الآن، حصلت على معلمتين فرعيتين اللي هي متوسط X اللي هي X بار هذه، وهذه Y بار التي سأحتاجها إن شاء الله. الآن أحتاج إلى XI تربيع، أذهب إلى الخانة هذه الآن، لاحظوا لي ليست هذه، وبقول الآن تساوي، بدي أربع كل هذه القيم 3 5 كل واحد تربيع. أذهب الآن وأربع الأولانية اللي هي A A 2، يعني بدي أربع الثلاثة، تساوي A 2 وربعتها للقوة تربيع، لاحظوا لي الآن 9. أوكي الآن بدي أنصصها في المنتصف، وطبعا بدي الكل أخليه يكون في المنتصف هنا. أوكي فالآن التسعة هي تربعت، ممكن أني أنسخ هذه التسعة حتى يكررها لبقية الخيالة، فأضع Control Copy. أذهب الخلية الأسفل منها ثم أسحب، وكأنما يعني أأمر بأن يربع كل الخلايا المقابلة هنا، وأضغط Enter. لاحظوا لي ربع إياها، الثلاثة مربعة 9، الخمس مربعة 25، الخمس مربعة 25، السبعة 49، وهكذا حتى أنتهي من آخر عدد أو رقم أو بينة اللي هي 21، هذه مربعها 441. أستطيع أن أضع هنا المجموع الآن، تساوي صم، لاحظوا لي بفتح قوس وأذهب الآن من أول خلية إلى آخر خلية، ضللتها كلها وأنهيها بقوس وأضغط إنتر، بعطيني الآن مربع كل هذه مجموع المربعات. إذا مجموع مربعات XI تربيع الآن،
مجموع مربعات هذه قيمتها 1312. الآن أريد أن أضرب XI في YI، أذهب إلى هذه الخلية هنا بقول له تساوي، يعني بأمره تساوي ماذا؟ A2 في B2، إذا تساوي A2 مضروب نجمة هنا B2، وأضغط إنتر. لاحظوا لي 3 في 0 يساوي 0، سأنصصها هنا، والآن في المنتصف كلياتها في المنتصف بكبس هنا طبعا. والآن بدي أنسخ هذه القيمة كوبي الآن أوكي، وأذهب إلى الخلية الأسفل منها ثم أضلل كل الخلايا حتى يبين لي حاصل الضرب. بعد ما ضللتها كوبي تضليل ثم الآن إنتر، فالآن ضرب لي 3 في 0 يساوي 0، 5 في 1 5، 5 في 4 20، 7 في 7 49، وهكذا 21 ضرب 35 يساوي 735. الآن أستطيع أن أجمع هذه القيم تساوي صم من أين لأين؟ من أولها للأخير، بعد ما خلص أعطاني الخانة الأخيرة أنهيها بقوس وأضغط إنتر، بكون حاصل جمع هذه القيم 2069. لاحظوا سأحتاجها في حساب A و B. وأخيرا الآن أريد مربع هذه القيم 0 1 وهكذا 33، أذهب إلى الخانة هذه الآن أوكي، وتساوي الآن أين وقعت الخلية الأولى هنا التي أربحها اللي هي B2، فB2 الكل تربيع. بعد ما وضعت الصيغة أضغط على إنتر طلع عندي 0، الآن 0 بالمنتصف والكل راح يكون في منتصف الخانة أو الخانات المعنية عفوا، وحتى هذه كمان بتكون بالمنتصف. الآن سأذهب إلى هذه الخانة وكنترول سي اللي هي كوبي، ثم أذهب إلى الخلية الأسفل منها وأضلل كل القيم هنا، كل القيم، وأكبس بأضغط إنتر فبطلع عندي مجموع المربعات. لاحظوا لي مربعات 35 تساوي 1225، مربع 33 اللي هي 1089، مربع 25 625، وهكذا. أستطيع جمعها الآن تساوي صم من أين إلى أين؟ من هنا بعد ما فتحت القوس، من هنا حتى هنا، وأغلق بالقوس وأضغط إنتر بطلع عندي مجموع هذه القيم. لاحظوا الآن هذه المجاميع سأحتاجها في حساب معاملة تحديد هنا، وسأحتاجها في حساب A hat و B hat. إن شاء الله يعني في المقطع القادم سأبين كيف نستخدمها في الحسابات. أرجو أن يكون قد قدم هذا المقطع الفائدة المرجوة، وإن كان بسيطا لكن هو جزء من 3 أو 4 مقاطع ستأتي تباعا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله.